وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. الكلوب معروف، حديد معكوف آخرها، سمى كلوب، ها، كلاليب مثل شوك السعدان. وشوك السعدان معلوم معروف عند أهل الحجاز، وهو شوك خطير إذا دخل البدن أضره، ومن الصعب أن يخرج من البدن. هل رأيتم شوك السعدان؟ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا نعم. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم. هذه الكلاليب تخطف الناس بأعمالهم. طيب، من الذي يخطف هنا؟ هل المشركون أم الذين هم من أهل الإسلام؟ الجواب أهل الإسلام الذين استحقوا النار ببعض الذنوب التي لقوا الله عز وجل بها من دون توبة، بدليل ما بعده، بدليل ما بعده. قال فمنهم تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، يعني يهلك والعياذ بالله، يوبق بعمله، ومنهم من يخردل، يعني يصرع ثم ينجو، حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله. إذن عندنا قاعدة نذكرها دائما ونرددها، أن من لقي الله موحدا غير مشرك به على ذنوب وكبائر لم يتوب منها، أنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه على قدر ذنوبه وإن شاء غفر له، لكن يرد إلى الجنة في آخر الأمر. قال ثم ينجو حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، يعني يوحد الله، فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود. وآثار السجود سبعة كما جاء في الحديث، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على سبعة أعظم: الجبهة والأنف واليدان والركبتان والقدمان. قال فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود. من أهل العلم من شراح الحديث من قال إلا أثر السجود، يعني المواطن السبعة، ومنهم من قال الوجه، لأنها كلها ترد إلى الوجه، والذي يظهر أن جميع مواطن السجود السبعة. فيخرجون من النار وقد امتحشوا، احترقوا، يعني احترقوا، فيصب عليهم ماء الحياة، وهذا ماء الله أعلم به، هذا الماء يصب على هؤلاء الذين احترقوا وسمي بماء الحياة، لأنهم ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال يصب عليهم ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. تعلمون السيل لما يأتي بالزبد وبالأعواد وبكذا، ومن جملة ذلك يكون حب مع هذا السيل، ثم تنبت البقلة أو النبتة هذه. هنا يخرجون، فقيل جاء في حديث آخر بأنهم يوضعون في نهر الحياة، نهر كما في الصيد، نهر الحياة، وفي لفظة هنا قال يصب عليهم ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة، الحبة بالكسر، في حميل السيل. ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، يفرغ يعني ينتهي، يفرغ يعني ينتهي، ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد.